يا ان شاء الله بقى مش آن الاوان نطلع شيك ولا نطلع اي حاجه. فقراتكم في غايه الجمال. طب ايه؟ سوف اذهب انا والمحبوب الاهرامات ونسحب فلوس وناتي. معك فيزا؟ ارفع عنك الكريدت واهمله مكانك محبوبي. فرحان دي بتقلبك. ارفع عنك الكريدت. لا لا لا، نسحب فيزا. المعاش نزل. المعاش نزل؟ معاش ايه؟ ايه ده؟ ده هندي من التامينات. لا لا، يلا محبوبه. هيا حبيبي. هيا محبوبه. انت سبتهم يمشوا يا منصف؟ مش مهم، مش مهم. بس شوفي هنود عندهم الفيزا بتسحب مليون جنيه. انت هتستعبط؟ ايه الهبل اللي انت فيه ده؟ يا مرات عمي انا برضو غبي، قدمت لهم فقرات رخيصه. انا اخش بقى؟ استنى بدخل. استنى انت برضو استنى يعني حزمي. استنى هروح اجهز لهم فقرات من اياها، فقرات من الغاليه بقى. استني بس يا رب. مدام اميره، خدمتك ليوم الدين. شكلك قمر يا كيميليا في لبس خدمة الغرب. ربنا يخليك. بصي هعملك اللي انت عايزاه، بس رجعيني والنبي. لا لا يا ماما، انت خلاص استقريتي في الوظيفة دي. لا، كلب تحت رجلك طول العمر. يلا. لا والنبي عشان يلا اطلعي على اوضة المهرجة نظفيها. يلا لسه منظفة. يلا اسمعي الكلام وطلعي الهدوم بتاعته، طبقيها وحطيها في الدولاب تاني. حاضر. يلا يا بنت بسرعة. لا شرشوبة. ايوه حاضر اهو اهو. مساحة اهو. هم ده. هلو؟ ايه يا عقل؟ ايه يا روح؟ الحمد لله تمام يا روحي. ما خرجتش من اوضتي من ساعة ما سافرت، بتقطع عشان. يا روح قلبي. ايه؟ جالك مسج على الموبايل فيها تم خصم 40,000 جنيه؟ دي مصاريف اللوكاندا. يا حبيبي. اوكي. لا لا عيب عليك، تيجي على مصيبه ايه؟ انا عامله لك مفاجاه هايله. تيجي بمليون سلامه يا روحي. باي باي، مع السلامه. يا مدام اميره، يا مدام اميره. في ايه؟ حي كارثه. ايه؟ مصيبه. قولي. المهرجة وانا طالعه بعمل له هدومه لقيته منزل حبل كبير جدا من على الشباك وفي شنط، شكله هرب. نعم. والله غوري من وشي. طب رجعيني بقى. يا ولد ده انا هرجعك. غوري يا بومه. بس اهو غوري. يا منصف، يا صبري منصف. ايه ايه يا مرات عم؟ معرفش رايح شويه. مصيبه يا منصف. فين صبري؟ ايوه مدام اميره. لا انت بتعمل ايه؟ انت مش وقته ده. البنت كيميليا وهي بتنظف اوضه المهرجه بتقولي ان الشباك كان مفتوح وفي حبل نازل منه منططين منه شنط الهدوم بتاعتهم. شوف يا اخي، الهنود بينزلوا الشنط غيرنا، احنا ننزلها من الباب ومنزل. طب ايه المشكله؟ انت هتستعبط؟ ده معناه ايه يعني بينططوا شنط الهدوم ليه؟ هنود احنا مالنا؟ هم وخيالهم. لا لا لا، انا شاكه في حاجه غلط. صبري هم لسه خارجين دلوقتي. اقبل وتغتسل وجيبهم لي هنا. تحت امرك يا مدام اميره. تعمل ايه ده يا مرات عمي؟ ولا في حاجه غلط، انت بس اللي دايما قلقانه. اسكت انت يا منصف، انت مش فاهم حاجه. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ الحقن يا رمضان. ايه؟ البنت كاميليا بتقولي وهي بتنظف اوضه المهرجه ان هو كان فاتح الشباك ومدلدل الحبل منه ومنطط شنط الهدوم بتاعته. بينطط الشنط؟ ايوه. وهم لسه بيدربها على ايه يعني؟ ما اعرفش، انا قلت لها برضه تلاقي هنود وخالهم واسع. ايوه هيهرب شنط الهدوم ليه من الشباك؟ لا يا ستي، يعني خلاص هو ساب الاوضه ولا ايه؟ ايوه سايب الاوضه. شيماء، بنت شيماء. ايوه يا بابا. خلاص إيه اخر بابا النهارده؟ ها يلا هناخد اوضتنا، نرجع على اوضتنا. يعني ايه يا بنت؟ هتوقعي الفراخ في الارض. يا حاج وانت من الحي ما تسيبها. يلا يا تعالى يلا. عمي انت اي ايه ده يا عمي؟ يا غبي ماشي المهرجه كده. اوعى اوعى، ده مهرجه. ايه فين فلوسي يا جناب المهرجه؟ وعهد الله يا ست هانم، احنا مالينا دعوه بالحوار ده. وعهد الله يا ست هانم، امال مين يالا اللي ليه دعوه؟ الحاج رمضان هو اللي قالنا نعمل عليكم العباجي. العباجي؟ ارفع عنك الفلوس وانصب بدلا منك. العباجي؟ لا لا لا، ايه ده؟ ايه ده يا رمضان؟ والله وقال لنا هديكوا 500 جنيه. 150 جنيه بس يا عم. انت بقى يا انت يا عم ناصب على مرات اخوك الغلبانه وناصب على النصابين اللي معاك. انا ما نصبتش على حد، ده اللي كانت عايزه تنصب عليها وهي كانت مفروض هتاخد مليون جنيه. وبعدين انا بعمل ده كله عشان ايه؟ اكرم اخويا شقيقي، عمره حتى ما عزمنا انا والبنت نقعد عنده في اللوكان ده. فالبنت يا عيني كان نفسها تقعد يومين في الحلاوه اللي عندكم دي، فده اللي حصل يعني. فعملت ده واكرم مش موجود مسافر صح؟ ما هو لو موجود مش هيوافق. ماشي يا رمضان. صبري ايوه ست الكل. الاثنين دول تاخدهم تربطهم وتحبسهم لي في اوضه الفران. عينيا. يلا يا قلت لك مالناش في الهندي ولا المصري. عاملين لي فيها من هند وانت من كشري هند. ايوه تعالى يا اخي. يا عم انت فين يا عم؟ خلاص بقى شيماء خلاص،
ملناش نصيب، ده احنا قعدنا يومين واتبسطنا يا بت ونزلت البسيمو كله. يلا بقى على الاوضه يلا. لا 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 مش هطلع فوق، لا قولي بلا يا بابا لا. يا بنت اسمع الكلام بتاع الاوضه. والله العظيم اموت نفسي واموت لك الفراخ كلها. ايه الفراخ كلها؟ ايه اموت نفسي والله يا ولا هدوء. الحق هدوء ده احسن تموت نفسها. ايه الحق يا هدهد يا ابني هتموت نفسها. يا هدهد ايوه يا سلام، اخيرا افتكرتني يا حاج رمضان. شوف الدنيا دوارة ازاي، جاي دلوقتي تحتاج له هدهد بعد ما الملعوب بتاعك اتكشف يا حاج رمضان. يا هدهد يا نزل ايدك نزل ايدك نزل ايدك نزل ايدك 30 سنة يا حاج رمضان عايش تحت رجلك انت وبنتك المعفنه شيماء، كنس ومسح وقله ادب. يوم ما يجي وتقعد في نص اللوكاندا بتاع عقرب تسيبني في النص المعفن بتاعك وجاي دلوقتي تقول بص لي هنا. 30 سنه يا حاج رمضان عايش تحت رجلك انت وبنتك المنتنه شيماء، كنس ومسح وقلة أدب. مش هين عليك حتى تاخدني في قلب السويت بتاعك، ويوم ما تفتكرني تجيب لي شوية رز بآخر ربع بص يا لالا. 30 سنة شغال تحت رجلك أنت وبنتك المقرحة شيماء، تنزلوا تلعبوا في قلب البول. مش هين عليك تديني لفة وجاي دلوقتي تقول أيوة كده، جاي دلوقتي تقول لي يا هدهد يا سلام خلاص ما بقتش قادر استحمل ابص في وشك، مش قادر اشم ريحتك ولا اسمع صوتك. ابعدوه عني ابعدوه عني ابعدوه عني ثانية ابعدوه عني ابعدوه حلو كده؟ ماشي. ايه ده؟ ايه اللي حلو كده؟ هو طالع للمحاسب يابا، ايه اللي حلو كده؟ جننت لنا هدهد يا عم رمضان. منصف يا نزل ايدك. كلكم طمعانين في جسمي. وحوش 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 وحوش. تمام كده يا استاذ؟ ويزو مع الرئيس بقى. يا رمضان بس عمينك وحوش 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 وحوش. يا نهار اسود انت مكسل تعمل الحركة. السن يا بنتي. رمضان بقولك ايه، انت هتدفع كل الفلوس اللي اتصرفت عليك انت وبنتك والمهرجة ومراته. ادفع ايه؟ 40,000 جنيه. ادفع ايه؟ 40,000 جنيه. Ha!